wadayaal hadda waxaan soo gaarnay dowladka koofreed ee magaalada Hargeysa waa goobta dalxiiska ku caan baxday ee isha goobka oo dad badan ay goobtan uga faa'iideystaan in ay ku nastaan maalmaha ay taaniska haystaan ama fasaxyada hadaba markaska daaru xifti ee magaalada Hargeysa oo maanta dalxiis ugu soo saaray ardayda wax ka barata markaskan ayaanu kala qayb gali doonaa munaasabada tartanka iyo waliba dalxiiska ee goobtan ardayda lagu qabanayo ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود هذا برامج كإنت عن ضوء ذي الكوكو ذي جنو وحنو جعلنا هاي إن النلا سعودها بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجاءنا جحيم يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأنيمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديما ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أبوه الرين إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا ودن اسقاله نقول كل ميي قابتن بركيسان آدك وقروح بضن له نمعد الله سبحانه وتعالى كم موقته إلهي من سبحانه وتعالى أم هذا نقينا كبعدي ما أنت أو أي بشو تهاي اللحية اللي بعتنكي بشي اللي بيطبنات لبكن يسق عليه طبن وحين نشوقنا أن أما أن أصاب بحني الرحلة سفر يروكوبا وشوي وحوي أن أرضي أن أصاك حيني إن يشوي قروح بدن أي خصو قاتان كان مذ أه برنامجية أنشطة أيدي رجلين تأرضي aan dhirigelinta ardayda ee maraakiista daarul xifdi ugu tala galay aan kulay maanta halkan aan ku wada qaadan doona aan labada galinba joogi doona biidin ilaahay taala waqti wanaagsan ku qaadanayna aan waa duuleedka magaalada Hargeysa beer kamida beeraha ku yaala waa rixlada aynu soo saarnay qayb kamida aan ardayda maraakiista daarul xifdi gaar ahaan qaybta wiilasha aan إن شاء الله تعالى برنامج كانوا نوفرن يهي الرحلة دي إننا إن شاء الله هو نوفرن تهي وحين نقود قلي دونا برنامج يدي كلا نقود تلقلني إن إنو ما انتهى لك نقود قادنو شعب
شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة ينسى بها هذا أرديدا وفرحاد أي وجيودو ذا كده هنيسو أي أول واحد دون يا إن اللقاء تدرين كده فرحاد هذا كودن تلحيس كانوا مامل كده أسوأ ساري أنا جو الله با أردي أما أردي كوري صندونا een isla markaana cabiri doona dareenkiisa farxadeed ee ku aadan dalxiiskan uu maamulkiisu u soo saaray dowladda Koonfureed ee magaalada Hargeysa hadaba ardaygan ayaan ugu horeysiinaya ugu horeeyeen walaal magacaagu istaxan ku bilow magacaygu waa Cabdiwaduud Nuux Sheekh Xasan een Cabdiwaduud adoo ka faa'iideysanaya barnaamijkan dalxiiska ah ee maamulkiinu maanta idii soo saaray bal dareenkaaga maxaad ku cabireysaa وتطرين وطرين بوك تقوى أعطي ذا ودن آدو وذا فرحسين أنون آدو فرحسين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إن خرم وقصو بحلين تلحيس نوع عنه وكرايو أدو كسو قيب قادتي ها دور تلحيس نوع كسو قيب قادتي وكا قدو من يحي تلحيس كان تلحيس سيدي هوري تلحيس كان هرتو الغون نغانا يا وحوقابا لشوغا يا يا إلا لبقى لنجي الساعدي وحوال الغون نغانا يا تلحيس سيدي هورينا دور منيت وانكو قادنا انتكيجي نشان إن محاد رجيني سا إن dalxiiskaaga markaas soo dhameeyso ama waalidkaad la kulanto maxaad uga sheekeyn doontaa dalxiis waxaan dalxiiskan ku arkana uga sheekeyn doonaa insha Allah ee magacayga saxadna waxa weeye Yusuf Xamse Cali oo dhigta markaska daru xifti oo dhigta markaska daru xifti bal waxaad nooga warantaa dareenkaaga farxadeed ee maanta ku aadan dalxiiskan idin soo saareen maamulkiinu waa dareen aad u farxad badan farxadna lagu soo koobi karo adduunyadu waa dharaaro dhawaan laga guuri doono iskeeduna joogi maayo dhaqsaa loo hoyonayaaye hadday dhimasho iyo geeri dharaaro kaasii maqnaato intaad dulka sii dul joogto dhabada khayrka iyo wanaagga dhigoo dhan ha uga leexan qur-aanka iyo diinta dheeho dhigoo ku dadaal acmaasha cibaadadu yay ku dhaafin dhawaaqaadoo maqlaaya dhayal ha uga tegin salaada ninkii dhalantee run mooda xumaanta ka dhowrsan waaya adduunyada sii dhex qaada dhuqaaliya hawlaheeda dhabada shaydaanka raaca ka tegi dhaqankii islaamka macaasi ku dhiiranaada markay noloshii dhammaato markuu aakhiro u dhoofo inuu kaayo naarta inay dhamac leefi doonto inuu ku dhexwaari doono qur-aanka dhigay warkiise xadiiskaa dhahay sidaase maxaa kaa dhowhay khayrka anigoo magacaygu Sid Cali yahay markas u daaru xifdoon dhigtaa bartan waxaan ka soo jeedinayaa nasiido ku saabsan hooyada uxibu nnaasa li ummi aman biruuxi daftiini takaafu calaya min bardin wamin xarin fadaxmiini wamin alamin wamin maradin unaadiyaa fataatiini biruuxi sawfa aftiyaa kamaa biruuxi daftiini kadaran ahaan ka macalinaha waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ardaydeeda farxad la qaadano oo maanta suwalba isu wareysano aanu suwalba wada ciyaarnay aad iyo aad bay markaa dhiirigelin noogu tahay annaga iyo macalimiinta iyo maamulka markaska Daarul Xifdi وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً